السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بكر مازن مديني من مدينة جدة، أدرس حاليا في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس UCLA، تخصص علوم سياسية في السنة الرابعة وبإذن الله على وشك التخرج. بدايتي مع موهبة كانت من أخذ مقياس موهبة في الصف الرابع الابتدائي، ثم بعد ذلك شاركت في عدة برامج لموهبة حتى التخرج، كان آخرها برنامج التميز. رغبتي في التقديم على أفضل الجامعات الأمريكية المرموقة وإيجاد مجتمع نتشارك في نفس الأهداف هو سبب تقديمي لبرنامج التميز تحديداً. برنامج التميز يغطي الجوانب المختلفة للتقديم للجامعات الأمريكية، سواء الأسئلة المقالية، الاختبارات المعيارية أو الأنشطة اللاصفية. لكن أهم فائدة كانت لبرنامج التميز هم الناس اللي تعرفت عليهم والمجتمع الذي بنيناه والمبادرات اللي خرجت من هذا البرنامج. بعضها استمر حتى بعد التخرج، وبعضها تم تبنيها من قبل موهبة ورابطة خريجي موهبة. معايير تقييم الجامعات الأمريكية شاملة ومتنوعة، فهي تنظر للدرجات، للأنشطة اللاصفية، والأسئلة المقالية. لكن مشاركتي تحديداً في أنشطة لاصفية مختلفة سواء عن طريق برنامج التميز أو خلال المدرسة كان لها أثر كبير على رفع فرصي في القبول. أحد نتائج برنامج التميز هي المبادرات اللي أسسناها كطلاب خلال هذا البرنامج وخرجنا بها، بعضها استمر حتى هذه اللحظة، من ضمنها نقش، وهي مبادرة غير ربحية طلابية تهدف لمساعدة الشباب السعوديين في المملكة للتقديم للجامعات البريطانية والأمريكية المرموقة. فكرة هذه المبادرة بدأت من برنامج التميز لرغبتنا بمشاركة التجربة والمعرفة اللي كسبناها من خلال هذا البرنامج مع بقية زملائنا والأجيال القادمة. مجتمع الطلاب الدوليين في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس من أكبر المجتمعات على مستوى الولايات المتحدة، تقريبا طالب من أصل كل 18 هو طالب دولي. خلال فترة دراستي في الجامعة كنت جزء من المجلس الطلابي الممثل للطلاب الدوليين سواء في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس أو لاحقا على مستوى جامعة كاليفورنيا ككل. من خلال هذه التجارب المختلفة سواء خلال برنامج التميز أو دراستي الجامعية كسبت العديد من المهارات سواء القيادية أو المالية أو حتى تصميم المواقع والبرمجة وإلى آخره.